الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا لو أشكلت عليك جهة القبلة، لو أشكلت عليك جهة القبلة في صلاة العصر، كأن تكون في برية أو بحرية ولا تدري عن جهة القبلة، فاجتهدت فتبين لك أن جهة القبلة هي هذه الجهة، فصليت صلاة العصر بها، ثم تغير اجتهادك في صلاة المغرب إلى جهة أخرى، فما الواجب عليك في الصلاتين؟ الجواب: أما صلاة العصر فهي صحيحة، وتغير اجتهادك فيها لا يبطلها، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ويجب عليك في صلاة المغرب أن تصلي إلى الجهة الثانية، لأن الأصل هو العمل بالاجتهاد الجديد، لأن الأصل هو العمل بالاجتهاد الجديد.